السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى اتفضل. معلش اختصار سريعا كده. دلوقتي انا متزوج وقاعد في المنزل في العمارة مع اسرتي، وساكن في شقة اختي صغيرة عندها قطة، والقطة دي مؤذية يعني تخش عندنا، مؤذية يعني ممكن تخش الشقة، ممكن تعمل حاجات مثلا. من هي اختك؟ فيها ريحة مثلا. اختك انت؟ اختي انا. فانا قلت لهم ان انا هسرب القطة دي لان هي مؤذية وبتأذيني كده. القطة ولا الأخت؟ القطة. يعني أختك لها قطة؟ يقول لي لا حرام، ممكن مثلا حاجة القطة التانية تموتها في الشارع. أعطوها لأي شخص بعد عنكم وخلصت من القطة، احنا هنضيع وقتنا مع القطط. أنا شايف إن ده أساسا يعني، قلت لهم ده كده كتير، احنا واخدين يعني في طبعا طبعا ما بيهتموش بالبنت والابن مثلها. أعطيها لأي واحد غريب بعد عنكم. تمام. شكرا.